السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة الأسبوع ده من برنامجنا مال وأعمال. الحقيقة النهاردة أنا اللي هتكلم فيه دلوقتي ما كنتش مخطط له، ولكن في خلال الأسبوع الماضي جالي مكالمة من أحد الأشخاص، وكان بيسأل على الـ RDSP اللي هو حساب الإعاقة المسجل. كنت اتكلمت عليه او كتبت فيه مقالة قبل كده من سنة او اتنين، ولكن حبيت ان انا اتكلم مرة تانية واشرحه لاعزائنا مشاهدي تلفزيون قناة. خلينا الاول نتكلم على ايه هي الاعفاءات او المزايا اللي بتقدمها الدولة لاصحاب الاحتياجات الخاصة او اصحاب الإعاقة. الحقيقة طبعا كندا بتقدم العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهي بشكل عام بتنقسم زي أي حاجة تانية، فيها في جزء منها بيكون فيدرالي وجزء منها خاص بالمقاطعة اللي بيعيش فيها الشخص. فإحنا هنتكلم هنا على الإعفاءات الفيدرالية اللي هي لكل الناس، لكل المقيمين في كندا، والكل ممكن يستفيد بيها. فإذا في أي شخص عنده أو يعني approved، متوافق عليه على إن هو من أصحاب الإعاقة، اللي هو بيسموها Federal Disability Tax Credit، فبيبقى مؤهل للحصول على الامتيازات ديت، او احيانا بيكون امتيازات ماليه، احيانا بتكون اعفاءات ضريبيه وما الى ذلك. وهي جزئين، الجزء الاولاني هو الاعفاء الضريبي الخاص بالاعاقه نفسه. يعني اذا واحد عنده زي ما قلنا اعاقه او احتياجات خاصه وابروفد، وهنقول البدايه نقطه البدايه دايما، وانا هكرر الكلمه دي اكتر مره، بتكون عن طريق طبيب العيله، الفاميلي دكتور. إذا في حد في الأسرة سواء طفل أو شخص بالغ عنده كواليفايز إن هو يبقى مصنف كأحد يعني أصحاب الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة. وعلى فكرة الموضوع كبير، يعني مش بس حاجات اللي هي أنواع محددة، في أنواع كتيرة طبعا، ودي بتخضع في النهاية لتقييم طبيب الأسرة. فطبيب الأسرة اللي بيعمله إن هو بيعبي فورمة معينة وبيبعتها لهيئة الضرائب اللي هي الـ CRA. يعني وانس إن هو الشخص دوت اتوافق عليه وان هو عنده فيدرال ديسابيليتي تاكس كريدت، بيبتدي بقى يبقى كواليفايز ان هو يبتدي يحصل على الاعفاءات او على المزايا الضريبيه دي. ومهم ان احنا نبقى عارفين ان التاكس كريدت دوت بيتجدد كل فتره على حسب برضو رؤيه الطبيب العيله، وعلى حسب رؤيه السي ار اي، وعلى حسب نوع الإعاقة أو نوع المرض. في إعاقات قبل إن هي تتحسن فلازم كل فترة بيحصل إعادة تقييم، وفي حاجات بتبقى دائمة فبيبقى خلاص الموضوع دائم. مرة تانية بكرر نقطة البداية، لو الشخص أو الطفل في العيلة أو حد من الكبار، وأنا الموضوع دي بالذات لازم أتكلم فيه حصل له عنده الديسابيليتي ديت، ف بيروح لدكتور العيلة ويبتدي ياخد الابروفل على الموضوع ده ويمشي في البروسيس، اللي هي بتاخد شوية وقت، يعني بتاخد كذا اسبوع احيانا، وطبعا بقى الكوفيد يمكن الموضوع يطول شوية. طيب بعد كده وانس ان هو عنده دوت، بيبتدي يجي له نوع من الاعفاءات على الاعفاءات الضريبية على دخله. وبكرر مرة تانية، بالنسبة مثلا ممكن احيانا يكون الشخص مقيم في اونتاريو، انا عشان انا مقيم في اونتاريو فعندي شويه معلومات بسيطه عن الموضوع، فممكن ياخد الاونتاريو ديسابيليتي بس ما ياخدش الفيدرال ديسابيليتي. احنا هنا بنتكلم تحديدا على الفيدرال ديسابيليتي. فبيقدم على دوت ويبتدوا ينزل له خصومات ضريبيه. وبالنسبه للاطفال لما يكون صاحب الاعاقه اقل من 18 سنه، فده ممكن كمان بيزود له بتنزل مبلغ اضافي على التشايلد تاكس بنفيت اللي بتاخدها الاسره. فده نمره واحد اللي هي الاعفاءات الضريبيه والفلوس اللي بتيجي مباشره على دخل الاسره
في حالة إن يكون في أحد الأطفال عنده disability. الجزء الثاني وده الجزء الأولاني دوت بيكون الإنسان بيعمله أو الشخص بيعمله مع ما بين في طرفين في الموضوع. الطرف الأولاني هو طبيب الأسرة أو طبيب العيلة، والطرف الثاني هو المحاسب اللي بتتعاونوا معاه علشان يعمل لك الضرائب بتاعتك كل سنة. هو اللي بيقدم لك على الأوراق دوت الأوراق ديت أو يبين لك الطريق إنك أنت توصل لها. الجزء اللي بعد كده اللي هو بنسميه حساب الإعاقة المسجل، ريجستر ديسابيليتي سيفينج بلان، والاختصار بتاعه RDSP. ده بيجي بعد ما الشخص ياخد اوريدي ابروفد وعنده الفيدرال ديسابيليتي تاكس كريدت. الحساب دوت الهدف منه ان الحكومه عاملاه علشان الشخص او اللي عنده صاحب الاعاقه يبقى في نوع من الادخار والاستثمار لمبلغ معين من المال عشان يستخدمه لما يكبر عند تقاعد او في سن كبير. ازاي الحساب ده بيسموه ماتشنج، يعني الشخص بيدفع مبلغ والحكومه بتدفع مبلغ تاني. هنتكلم عليه يعني هنفصصه كده بسرعه. مين هو الحساب؟ يبقى فيه طرفين، طرف المستفيد وطرف اللي هو صاحب الحساب. المستفيد دايما لازم يكون هو الشخص صاحب الديسابيليتي، شخص عنده ديسابيليتي او عنده اعاقه معينه. مين صاحب الحساب؟ صاحب الحساب بيبقى حاجه من الاثنين، يا اما طفل مثلا اللي عنده صاحب الديسابيليتي ده الطفل، او حتى لو شخص بالغ ولكن الديسابيليتي بتاعته بتمنعه من ان هو يعني يباشر اموره الماليه بنفسه. ففي الحاله دي ممكن يكون صاحب الحساب احد الوالدين لو طفل، او حد بقى يكون اللي هو المسؤول عنه لو الشخص شخص بالغ. ففي الحاله دي بيبقى طرفين مختلفين، صاحب الحساب مختلف عن المستفيد. ولكن في انواع كتيره. نفترض بقى الشخص بالغ معدل 18 وعنده الديسابيليتي ما بتاثرش على قدرته العقليه، يعني نوع من الديسابيليتي لا قدر الله عنده شلل او عنده نوع من الديسابيليتي، بس هو الراجل او الست حالته الذهنيه ويقدر يمارس اموره وحياته بشكل طبيعي. ففي الحاله دي ممكن يكون هو مالك الحساب وفي نفس الوقت هو المستفيد من الحساب. وطبعا لو كان طفل بمجرد ما بيتم 18 وهو يقدر يباشر اموره الماليه بنفسه، فبيتحول يبقى هو اللي بيسموه الاكونت هولدر او اللي هو صاحب الحساب، وهو في نفس الوقت المستفيد. طيب يبقى دي الحاجه الثانيه. ايه العمر اللي يسمح ان انا في اي عمر لو انا عندي ديسابيليتي اقدر افتح الحساب؟ ودي النقطة اللي كنت عايز أتكلم فيها، إن هو آخر عمر الفتح الحساب عشان تفتح الحساب وتستفيد بيه لو عندك أو عندك ديسابيليتي فيدرال ديسابيليتي تاكس كريدت هو عمر 49 سنة. يعني مش شرط إن الشخص يكون طفل، ودي مهمة لأن أنا حصل معايا شخصيا كان عندي عميل من الـ من الـ من الـ من الـ من العملاء، وهو يعني يعني من يمكن من الجد الرابع او الجد الخامس عايشين في كندا وكنديين ومولودين هنا وكل حاجه. وانا اتعاملت معاه فتره يمكن سنتين او حاجه زي كده، وما عنديش فكره ان هو عنده ديسابيلتي، وما خطرش عليا ان انا اساله لغايه ما وصلنا كنت بعمل له بوليس التامين. فسالته في طبعا لما تيجي حد بيقدم على بوليس التامين ده موضوع تاني، بس انا بحكي القصه. هل انت عندك اسئله طبيه يعني؟ فاكتشفت ان هو عنده صمم في 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 ودن من ودانه. فقلت له انت عندك صمم؟ قال لي انا مركب سماعه جوه. قلت له طيب انت عندك فيدرال ديسابيليتي تاكس كريدت؟ قال لي عندي فيدرال. قلت له طب انت فتحت RDSP؟ قال لي ايه RDSP ده؟ انا ما اعرفش عنه حاجه. طبعا هي كانت مفاجاه ساره بالنسبه له، لانه قلت له انك ممكن تفتح حساب وهيحصل فيه كذا واللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. فدي في كتير جدا من الكنديين، يعني الموضوع بس مش مقتصر على القادمين الجدد او المهاجرين او العرب، في كتير جدا من الكنديين ما يعرفوش الموضوع ده. فيبقى اذا قلنا اخر عمر اللي فتح الحساب هو سن 49،
يعني لو واحد عنده 50 ما ينفعش يفتح الحساب، واخر عمر للمساهمه في الحساب طالما الانسان ما زال عنده الاعاقه هو عمر 59. برضه عشان اقرب الموضوع شويه، يعني لو واحد عنده طفل عنده 7 سنين ولا سنه ولا شهر ولا كده وفتح الحساب، ممكن هو او عيلته يفضلوا يساهموا في الحساب ويحطوا في الحساب، ويجي له منح اللي هنتكلم عليها من الحكومه لغايه عمر تسعة، لغاية ما الشخص ده يتم عمر 59، وبعد كده ما ينفعش لا هو يساهم ولا بيجيله منح من الحكومة. طيب قلنا بقى الحكومة دي أو المنحة دي بتشتغل إزاي، ببساطة كالتالي. إحنا قلنا it's a matching. يعني إيه matching؟ يعني حضرتك بتحط فلوس والحكومة بتحط فلوس زيك. إزاي؟ الماتشنج بيبتدي ب 100% اب تو 300%. يعني ايه؟ يعني لو الشخص عنده برضو كل الشروط اللي فاتت، عشان الموضوع ده مهم ان احنا نفهمه، كل الشروط اللي فاتت، فالشخص عنده نوع من انواع الديسابيليتي وفتح الحساب، سواء هو بقى لنفسه او يعني كان ادلت او كده، وحط $1000، الحكومه على الاقل بتحط له مينيمم $1000. تمام؟ وبعدين بناء بقى على دخل الاسره، طبعا كلنا عارفين هنا في كندا في بقى اللو انكم والهاي انكم والكلام ده كله، بناء على دخل الاسره ممكن جدا يوصلوا المبلغ ال1000 دولار، هو حط 1000 ينزلوا له 3000 دولار. ده قرار هم السي ار اي اللي بياخدوه. تمام؟ يبقى ده الماتشنج. كمان حصلت معايا ان بعض الناس فتحوا الحساب دوت، وكان الاطفال عندهم الديسابيلتي بقى لهم سنين يعني، بس هم ما فكروش يفتحوا الحساب. والديسابيلتي على فكره كانت بسيطه جدا، يعني ما هواش يعني مش زي ما الناس متصوره. ففتحنا الحساب وحطوا مش عارف $1000 او حاجه زي كده. انا دي حاجه خاضعه مره تانية لقرار السي ار اي، مش احنا مش انا اللي بقررها. فوجئت مبلغ كبير جدا نزل في الحساب. لما سالت عرفت ان هو لان هم العيله كانت من ذوي الدخل المنخفض وفي ديسابيليتي بقى لها مثلا كذا سنه، فالاطفال نزل لهم مبلغ باثر رجعي على السنين اللي كان من ساعه ما بقوا عندهم الريجستر ديسابيليتي تاكس كريدت. طيب بيبقى قلنا بيشتغل بالطريقه دي. طيب الماكسيمم لو افترضنا بقى ان واحد هاي انكم دخله عالي و هيحط مبلغ كبير، الماكسيمم اللي ياخده الشخص في السنه الواحده من المنحه من الحكومه $3500. والماكسيمم الحد الاقصى اللي ياخده الشخص منح من الحكومة في الحساب دوت $70,000. يبقى إذا لازم يكون زي ما قلنا في مستفيد، ولازم يكون في صاحب الحساب أو الأكاونت هولدر، ولازم يكون طوال فترة المساهمة، دي مهمة، طوال فترة المساهمة في الحساب بيكون الشخص المستفيد دوت مازال عنده ديسابيليتي وما زال عنده الفيدرال ديسابيليتي تاكس كريدت، بيحط في السنه اي مبلغ ايا كان المبلغ بينزل له 100 الى 300% من المنحه من الحكومه داخل الحساب، بحد اقصى في السنه الواحده $3500، وحد اقصى طوال فتره عمر الحساب المنحة ما تزيدش عن $70,000. طيب هيعمل ايه بقى بالفلوس دي؟ ودي برضو نقطة مهمة جدا لازم نفهمها. هو مش هياخد الفلوس، هو مش من حقه ياخد الفلوس دلوقتي، ودي نقطة مهمة، لأن الهدف كل حاجة هنا، كل حساب من الحسابات المسجلة دي بيبقى ليها فلسفة وليها هدف. الهدف من الحساب هو إن الفلوس دي باختصار بتتحوش وبتستثمر لصالح الشخص دوت عشان يستخدمها لما يكبر في السن او لما يتقاعد. فالقاعده الاساسيه بتقول ان اخر يعني الفلوس اخر مبلغ اتحط، يعني لو حطينا السنه دي مثلا
100 دولار ولا 1000 دولار وجالنا 2000 من الحكومة، السنة اللي بعديها حطينا 1000 وجالنا 3000 وهكذا. آخر مبلغ عشان أسحب فلوس من الحساب، آخر مبلغ يتحط لازم يكون فات عليه 10 سنين. بمعنى لو أنا السنة دي حطيت، وهي مرة واحدة نفترض بس لتسهيل الموضوع، حطيت السنة دي 1000 دولار والحكومة حطت لي 2000 دولار، بقوا 3000 دولار وتم استثمارهم، وبعد 7 سنين مثلا اتزنقت في الفلوس، او ابني اللي هو عنده سابيليتي قررت اني اسحب الفلوس وسحبت الفلوس. It doesn't work that way، ما بتشتغلش بالطريقه دي. الحكومه هتاخد الجرانت اللي اديتها لك اللي هم ال 2000 دولار، وهتاخد العائد اللي جالك على الاستثمار بتاعها. الشخص او المساهم صاحب الحساب اللي هو الاب او الشخص نفسه اللي هو المستفيد هياخد فلوسه عادي جدا، وهياخد العائد بتاعها غالبا. الحته دي مش متاكد قوي منها، انا ما اعرفش حد فك الحساب، بس ممكن عن طريق المحاسب نتاكد منها ان هو هياخده كمان العائد اللي جاله هيدفع عليه ضرائب. يبقى اذا عشان نستفيد من الحساب احنا بنعتبر الفلوس ديت، احنا سواء انا كشخص مثلا عندي ديسابيليتي، انا بعتبر انا بحوش الفلوس ديت للتقاعد بتاعي. ولو قلنا ان هو اخر عمر للمساهمه في الحساب عمر ال 59، انا نفترض ان انا عايز اتقاعد عند سن 60 في اخر مره او اخر وقت احط فيه، او عند فلوس مثلا عند سن 50 52 53، ومش هقرب من الفلوس دي غير لما اكمل 10 سنين من اخر مره حطيت فيها الفلوس. طبعا كمان الفلوس دي بيتم استثمارها داخل الحساب، والدخل اللي بيجي بيرجع يتم استثماره تاني وما بيدفعش عليه ضرائب. فودي برضو حاجة مهمة جدا. فدوت الحساب، ازاي الحساب بيشتغل. لو حد من المستمعين او حد من اسرة المستمعين او تعرفوا حد عنده ديسابيليتي، والديسابيليتي يعني في درجات معينة من السكر ممكن كواليفاي من تبقى فيدرال ديسابيليتي، حاجات اي دي اتش دي، حاجات يعني الموضوع ما هوش سهل الحصول عليه، ولكن في نفس الوقت يعني الامبريلا او العباءه بتاعته واسعه جدا. فممكن بشويه قراءه ممكن تسال طبيب الاسره هل المرض ده تحديدا او العجز ده او الديسابيليتي ده، ممكن يكون واحد عنده مرض زي قلنا زي السكر، وده بيعتبر تايب منهم وليه شروط معينه بيعتبر ديسابيليتي كواليفايز للموضوع ده. فديت لو يعني ده في فايده كبيره جدا بتاخدها العيله او بياخدها الشخص. كمان لو في حد اوريدي عنده بقى، وانس دي الخطوه الاولانيه اللي لازم يعملها الشخص مع المحاسب بتاعه ومع طبيب الاسره، وانس ان ده حصل واخدت الفيدرال تاكس ديسابيليتي، الفيدرال اللي هي الفيدرال تاكس فيدرال ديسابيليتي تاكس كريدت، وعايز في حد عنده استفسارات او اسئله بخصوص ان هو ازاي يفتح الحساب او ان هو محتاج يفتح الحساب او يستثمر فيه، ممكن التواصل معايا عن طريق قناه كنار او عن طريق صفحتي على الفيسبوك. نتكلم دلوقتي على الاسواق الاسبوع الماضي. طبعا الاسواق في يعني الستوك ماركت في كندا تقريبا مور ليس ذا سيم، ولكن النقطه المهمه ان الاسواق الاسهم الامريكيه قفلت على ادنى مستوى ليها من 6 اسابيع. وكان السبب الاساسي في نزوله، دي نقطه مهمه ان احنا هنتكلم عليها شويه، في نزول الاسهم هي مدفوعه بضعف اسهم التكنولوجي. التكنولوجي اسهم التكنولوجي بشكل عام اصبحت بتمارس ليها تاثير كبير جدا على كل المؤشرات الرئيسيه بسبب كبر حجم الشركات دي. احنا عارفين ان ابل وامازون ومش عارف حد تاني دخل دلوقتي الجيم معاهم، اظن مايكروسوفت عدوا التريليون دولار، فاصبح الويت الوزن بتاعهم النسبي في المؤشرات كلها عالي جدا.
فهنلاحظ ان هو اكتر من 70% من الاسهم بتاعت الموجوده في الاس ام بي كلها طلعت، ولكن المؤشر نزل، وده ثالث انخفاض على التوالي، 3 اسابيع ورا بعض نزل المؤشر نتيجه لانخفاض اسهم التكنولوجيا. هنلاقي بقى الناحيه الثانيه ان القطاعات الدوريه، الحاجات اللي هي السيكليكال زي اللي هي اللي بيسموها، انا بحاول اجيب اللفظ باللغه العربيه، بيسموها كونسيومر ديسكريشنري، اللي هي السلع الانتقائيه، مثلا قطاع السلع الانتقائيه، الاسهم الشركات الصغيره والشركات العالميه كلها قفلت اعلى من في الاسبوع دوت. حتى البترول انهى الاسبوع بشكل ايجابي. كمان بنك الاحتياط الفيدرالي في امريكا قرر ان هو يثبت سعر الفايده على سعر قريب من الصفر. مش بس كده، ده كمان اشار ان هو احتمال يفضل سعر الفايده قريب من الصفر حتى خلال عام 2023 على الاقل، وده عشان يساعد الاقتصاد على مواجهه الازمه الصحيه والاقتصاديه اللي موجوده حاليا. كمان مبيعات التجزئه هنا في كندا اظهرت ان في تقدم، التعافي الاقتصادي ماشي، ولكن طبعا وتيره التحسن بتتباطأ. النتيجه دي بتاعت السوق في الاسبوع اللي فات بتؤكد وتدعم وجهة نظرنا دايما ان لازم يكون المحفظة بتاعتنا متنوعة بشكل جيد عشان نقدر نواجه التقلبات، وعشان نفهم ايه اللي بيحصل بشكل يعني اسرع، وايه اللي ممكن توقعاتنا للي هيكون مسيطر على المشهد في خلال الفترة دي حتى نهاية السنة. اول حاجة موضوع التكنولوجيا، قطاع التكنولوجيا الحقيقة كان هو القاطرة التي دفعت النمو الاسهم في من ساعه بدايه التعافي، يعني من شهر 4 مثلا بدات التكنولوجيا تطلع، والكوارتر اللي فات او الربع اللي فات هي يعني نمت بشكل كبير جدا. يعني الخمسه الكبار اللي هم ابل وفيسبوك وامازون وجوجل ومايكروسوفت، النمو فيهم في الفتره دي حصل حوالي 91%. على الحين ان السوق او المؤشرات كلها من بدايه التعافي من اواخر ابريل لغايه دلوقتي كان النمو حوالي 50%، فواضح ان هو اسهم التكنولوجيا هي اللي دفعت المؤشر، وهي دلوقتي اللي بتنزله مره تانيه. احنا توقعاتنا طبعا ان التعافي موجود والنمو السوق اللي هو السعودي او البول ماركت هيفضل قدامه نمو كتير جدا بغض النظر عن انخفاض اسهم التكنولوجي ديت. الحقيقه احنا طبعا مش سعداء بالنزول، ولكن فعليا تهديد الاسعار المبالغ فيها بتاعت اسهم التكنولوجيا مش بس مطلوب في بعض الاوقات، ولكن احيانا بيكون صحي، لان اسعار التكنولوجيا كانت بتطلع بشكل غير مبرر في الفتره الاخيره. بقى موضوع التكنولوجيا، الحاجه الثانيه موضوع الوباء وفي نفس الوقت الاستهلاك، في صراع ما بين كده على الدرايفنج سيت شويه، الوباء يدي كتف لمعدل الاستهلاك فيبقى هو واخد مأثر على النمو، وشويه تانية تلاقي الاستهلاك، وده حصل ريكفري كبير جدا في الاستهلاك. احنا قلنا ان مبيعات التجزئه في شهر، اظن اخر مره اتكلمت فيها في شهر 7 في امريكا، كانت من اعلى المبيعات على الاطلاق، ما كانش اعلاها على الاطلاق. ولكن في نفس الوقت في قطاعات في الاقتصاد ما زالت متوقفه تماما، زي طبعا قطاع السفر والسياحه، ما زال معدل البطاله عالي، صحيح بيقل، وصحيح، ونقطه مهمه جدا احنا اتكلمنا فيها اكتر من مره، ان الاستهلاك هو المحرك الاساسي للاقتصاد على طرفين البوردر، يعني امريكا وكندا اكتر من 50%، هنا اظن 60% وفي امريكا 70% والعكس، مش متذكر الرقم بالظبط، ولكن هي المحرك الاساسي للاقتصاد. فطول ما في المستهلكين بينفقوا اكتر، طول ما في الانتعاش بيحصل والاقتصاد بيتحرك. الحاجة الأخيرة اللي هي هتبقى فيها واضحة في المشهد هو الانتخابات، وهو الصراع مرة تانية ما بين الانتخابات
والنويز والدوشه اللي بنسمعها من الانتخابات، واساسيات السوق، الفاندمنتالز بتاعت السوق، الشركات قويه، الاقتصاد متين وما الى ذلك. طبعا الانتخابات بتيجي معاها دوشه جامده جدا، مين اللي هيكسب، طب مين اللي هيخسر، طب ده لما يجي هيغير ايه في سياسات الضرائب، طب ده مش عارف هيحصل ايه، طب الكلام ده كله، فبيحصل تقلبات عاليه جدا، واحنا اتكلمنا عليها من الاول خالص، ومتوقعه ومتوقع انها تستمر معانا لغايه الانتخابات او بعدها بكام يوم او كام اسبوع. ولكن تاريخيا دايما كان اساسيات السوق دايما هي اللي ليها الايد العليا في تحديد مسار السوق على المدى الطويل، وعاده ما بيكون في تقلبات عاليه جدا قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، ولكن ما بتاثرش على المدى الطويل على تحرك السوق ونمو السوق. ومره تانية بنقول التقلبات هتكون عنيفه الفتره اللي جايه، ولكن لا، على المدى الطويل شايفين الاقتصاد بيتعافى، وان بيحصل فيه نمو، وتيره النمو هتتباطأ، الاقتصادي يعني هتتباطأ عن اللي حصل زي في شهر 5 وفي شهر 6 وحتى في شهر 7. والمهم جدا الاحتفاظ بمحفظه متوازنه واستثمارات ذات جودة عالية، وده وربطها بالهدف المالي على المدى الطويل. بالنسبة للمؤشرات السوق، التي اس اكس او تورونتو قفل يعني تقريبا نفس الشيء، ماينس 0.2%، ما فيش اي تغيير. الداو جونز سوري الاس ام بي 500 قفل بنزول 0.6% عن في نهاية الأسبوع، وده نمو من بداية السنة 2.7%. البترول هو كان الرابح الأكبر في الأسبوع الماضي، البترول طلع 9.6% وقفل البرميل على 40 دولار و92 سنت. كان معاكم محمد عمارة في برنامجكم الأسبوعي، ولو في أي أسئلة أو تعليقات بخصوص موضوع الـ RDSP يا ريت تتواصلوا معايا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.